our studio live. استوديو لايف تتستقبل الفنانين مغاربة اللي تيقدموا لنا ألوان موسيقية متنوعة. ضيفتنا اليوم أصولها من الأقاليم الصحراوية، بدأت كصحفية مع القناة الإسبانية تي في او. أول ظهورها القوي كان بمناسبة الحفل الكبير برئاسة المايسترو ميشيل جار في مرزوقة 2008. خدت خميسة أحسن فنانة من غير أغانيها الخاصة، أعطت صوتها لأكثر من جينيريك وأفلام مغربية ودولية. صوتها قوي وفريد من نوعه. استقبلوا معايا الفنانة سعيدة شرف على استوديو لايف. شوفي بأمي برد من أمي برد يا حيرة ونغني قايلة بس وعلا قلت إني قايرة قلت إني قايرة قلت إني قايرة وقلت إني قايرة بس وعلا سويتكم ها شوفي دراعي جاب سباعي شوفي الويني جاب دريمي بحرتي الزايلة ضفرني مايلة بس وعلا قلت اني قايرة قلت اني قايرة قلت اني قايرة بس وعلا شويديكم وباش وعلا قلت اني قايرة قلت اني قايرة بس وعلاش
وعلاش أخسين أنا ماشي لعبة بهكات تسلة ونشك من هنا يا عدشي أيوة ما بقيت فهمة والو كمل ولا نرجع ما بقيت عارف اش ندير ونشوف ولا نسمع ما بقيت فهمة والو كمل ولا نرجع ما بقيت عارف اش ندير ونشوف ولا أيوة واللي ترتب ولا ابقى محسوب عليا عمري كنت نتمنى لهادشي توصلنا حبك راشي يبنى حرام النوم معايا وما بقيت فهمه والو ولا نرجع ما بقيت عارف باش ندير شوف ولا نسمع ما بقيت فهمه والو كمل ولا نرجع هي ما بقيت عارف باش ندير ونشوف ولا نسمع ما بقيت فهمة والو نكمل ولا نرجع ما بقيت عارف باش ندير ونشوف ولا نسمع هي 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 الله عليكم سعيد الشرف معنا على استوديو لايف رحبوا بها كما ينبغي مرحبا بلالة سعيدة عندنا في استوديو لايف نهار كبير سعيدة جدا بتواجدي معكم وتحية لكم لكل المشاهدين والجمهور الرائع اللي حاضر معنا اليوم أكيد لالة سعيدة غنبداو التولك ديالنا مرحبا السؤال الأول ديالي أنت يا فنانة ذو ألوان صوتية كثيرة واليوم بغيت سعيدة تقولي لي شنو هو اللون اللي هي بوحدها من تكون مع راسها تترتاح ليه
أول شيء معروف لي عند الجمهور المغربي يعني أني نغني اللون الحساني الصحراوي المغربي، ولكن في سهراتي دائما كنحاول نبرد الجمهور يعني أنني نغني كل الألوان اللي نقدر عليها، ولكن يعني تكريما لهم، تكريما لكل منطقة كنغني فيها، تكريما لكل مدينة، تكريما لكل جهة في المغرب، لأنه أنا كنعتبر راسي ليست فقط صحراوية ولكن مغربية، حتى النخاع مغربية، حتى النخاع من طنجة للقويرة. فالله سبحانه وتعالى حباني بخامة صوت أنني كنقدر نغني بها كل الألوان، فعلى الشلة فكنحاول نرضي جمهوري، ولكن سعيدة مع نفسها كنميل لكل الأشياء اللي فيها إحساس، يعني كيعجبني الراي بالإحساس، كيعجبني الطرب بالإحساس، كيعجبني أي حاجة ولكن فيها الإحساس. فيها الإحساس، لأنه علاش؟ لأنه خدمتي كاملة فيها فنانة. كيف كيعرف سعيد بنتي قال لي معنا اليوم كيعرفوا الموسيقيين اخوان تشتغلوا بزاف اكيد كيكونوا في السبيكتاكل خارج ارض الوطن بزاف، ف في السبيكتاكل كيكون دائما ذاك لو شو، والموسيقى كتكون شويه صاخبه، ولانه الناس كيكونوا متعطشين للموسيقى المغربيه فخاصك تغني لهم الوان اللي غادي ترقصهم، ولكن انا ملي كنكون مع راسي نبغي نرجع للارض ونتسنط لشي حاجه اللي تكالميني شويه ونكون نكون يعني هادئه اكثر. طرب يعني اكيد طرب. كتبغيني ولا هي اغنيه بوب مغربيه؟ هاد الساعه اختي كنموت عليك، ساعه اخرى قالت لي واش تبغي. هادي هي سعيده. اغنيه بوب مغربيه، علاش اختاريتي هذا اللون؟ اختاريت هذا اللون ولكن هاد الايامات غادي تشوفوا لون اكثر منه. سعيده مشات كاع للراب، انا غنيت الراب يمكن اول وحده باللون الحساني غنت الراب، رفقه الاخوان والاصدقاء اش كاين غنيت يقولوا ما بغاو، واعتقد الجمهور كتعرفوا يقولوا ما بغاو اش كاين، يقولوا ما بغاو كل شيء تيعرف هذا، يقولوا ما بغاو، يقولوا ما بغاو، يقولوا ايوا ايوا يقولوا ما بغاو. غنيت درت الراب فكنغني هذه الأغنية، هذه كانت من الألحان الرائع الشرابي أو توزيع الشرابي اللي أنا كنقدم له كذلك تحية، فهذا اللون غادي تشوفوني في لون تقريبا قريب ليه مع من كلمات محمد المغربي وتوزيع رشيد محمد علي الرائع ومن ألحان مروان أصيل. غادي تشوفوا الاغاني الجديده في 2019 لانه عندي تقريبا 8 اغاني كلها كليبات، وهذا الكليب هذا صورته في المانيا اللي غادي تشوفوا قريبا الان على الساحه. ودابا غادي ندوزوا للفقره ديالنا مع استاذ سعيد بانتقاء اللي هي اكابيلا بيانو، هي 100% لايف، ولكن هذه المره ما غنقولوا لكش اختارينا، بغيناك تختاري لينا انت. لا 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 انا عارفه هذه المره بغينا الدمو خاصها غادي نغنيوها سوغ سين، الدمو غتسمعوا عليها غنغنيوها سوغ سين. انا يا عز عليها سيده الطرب العربي ام كلثوم والورده، عارفه غادي تخسر كلثوم، حيرتي قلبي معاك يا سلام بصوت سعيدة شرف. اول مره على استوديو لايف، اول مره طرب نغني في التلفزيون. مرحبا نحاول. حيرتي قلبي معاك وانا بداري واخبي، الله اقول اعمل لي وياك ولا اعمل لي ويا قلبي، حيرتي قلبي معاك وانا بداري واخبي، قول اعمل لي وياك ولا اعمل لي ويا قلبي، بدي اشكي لك من نار حبي وارد احكي لك عاللي في قلبي، بدي اشكي لك من
أجيلك هعرف قلبي وأقول لك علي سخرني وأقول لك علي بكاني وأصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعني وعزت نفسي منعني. يا سلام يا سلام يا سلام حصريا على استوديو لايف بمرافقة الأستاذ الكبير سعيد بنتقى. الله عليك يا سعيد الله عليك. غنرجعوا للسن بأغنية محبوبة عند الجمهور المغربي وتنبغيوها كاملين هي ولد مو ومن بعدها غنغنيو معاك كاملين أغنية حبيبي حبيتو. حبيبي حبيتو. سعيدة شرف على استوديو لايف. اجابها في راسه اجابها في راسه اجابها في راسه اجابها في راسه يا ولد ام سمحه وخايف لي وحر يا ولد ام كامل ودوري تعامل يا انا ويد سمحه وخايف لي وحر يا ومركب كمك وقاعد عند امك واهله يتخموا يخطب من عمه Oh,
بابا 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 مريضة من حرها جئت لأول مرة مريضة من حرها أوضحكني بالمرة وكيف اللي سريتو أو اللي فتشكيتو من الأمراض نسيتو ما قطيت سميتو وحبيبي حبيتو وحبيبي حبيتو لاموني خالاتي وأمي وأصحاباتي وفيه من اين بغيت
وقلت لأم حبيته وطبيبي حبيته وقلت لأم حبيته وطبيبي حبيته وقلت لأم حبيته وحبيبي حبيته. لالا سعيدة، نهار كبير تتفرحينا وتتفرحي الجمهور المغربي. مرحبا وألف مرحبا في استوديو لايف. بوجودكم فرحنا أكثر والله، وكل طاقة فيها إيجابية وكل حاجة يمكن تشوفوها يعني حاجة إيجابية وحاجة زوينة أنا كناخذها من جمهوري. اللهم لك الحمد، الجمهور وكل شيء. لالا سعيدة، معروف عليك أنك تتشاركي في حفلات كبيرة وفي مهرجانات كبيرة كثيرة في المغرب وخارج المغرب. شاركتي مع مطربين كبار كوديع الصافي وإيل جسار. شنو كانت الاستفادة من هذه اللقاءات الفنية وشنو هم استفدوا منك، لأن أنت صوت يعني عندك خاص؟ أول شيء استفدوا مني ما نقدش نحدد أو نقول، لأنه أنا أعتبر نفسي حتى لو ما نعرف فين وصلت كان أعتبر نفسي دائما أتعلم وما زلت في أول الطريق. هذا هو الفنان. فأنني تعلمت منهم، أكيد تعلمت منهم، تعلمت من جون ميشيل جار اللي هو أول حفل لي ومع فنان عالمي. تعلمت الوقوف على الخشبة ويعني نقابل الجمهور بكل ألوانه، لأنه موسيقى جون ميشيل جار كانت موسيقى عالمية. من وديع الصافي قوة الصوت، قوة الشخصية، أنه الصوت الذي لا يموت. يعني بالرغم يعني ما شاء الله كان ذيك الساعة فاش غنيت معاه، يعني راه كان متقدم جدا جدا في السن يعني قبل ما يتوفى. فمنين كنت معاه يعني كان في سن متقدم، فاستفدت منه كيف قلت لك اللي هو الصوت ليس له عمر. والجسار تعلمت منه، كان كيسميني يعني حتى انا وكاين اتصال بيني وبينه شحال مره، فكيقول لي كتشبهي النجاح سلام، لانه عنده نجاح سلام عنده بحه في الصوت مني كتغني جبلية. هي جبليه معروفه يعني فنانه قديمه. قلت له شرف لي انك تشبهني بفنانه كبيره بحالها، وكيف قلت لك انا نتعلم من الصغير، نتعلم من الكبير، نتعلم من الفنانين، نتعلم حتى من جمهوري، لانه من اي انسان ممكن لي نتعلم، فالدنيا كلها على خطى انك تتعلم فيها حتى الموت. حتى نموت يعني كنا حتى الموت. يعني وليس فقط في الميدان الفني، كنتعلموا في الحياه ككل اكيد. بهذا التطور اللي كاين اليوم، كيبان لك انت يا التطور اللي جاي ان شاء الله مع الشباب يعني في الموسيقى والاغنيه الحسانيه؟ في الموسيقى ككل ما نقدوش ننكروا، في عهد الرواد اللي هما بحال الفنانين اللي سبقونا اكيد يعني نعيم السميح، عبد الهادي خياط، لطيف رفات، الفنانين يعني اللي كنقولوا احنا مثلا كانوا في العصر الذهبي ديال الاغنيه المغربيه، ما غاديش ننكروا لانه الاغنيه كانت مدتها طويله وهذا. ولكن مع تطور العصر، عهد التكنولوجيا مع التليفونات مع السوشيال ميديا مع الانترنت مع كل شيء، ولات موضه جديده ولا شكل جديد. حتى الاغنيه يعني الناس ما تلاتش كتقدر تسمع اكثر من 3 دقائق. فأكيد عصرنا الاغنيه وانها وصلت لهذا، انا حاجه واحده اللي كتفرحني وهو انه الكلمه المغربيه والاغنيه المغربيه اخذت يعني واحد النطاق اوسع، وخاصة الآن في الفنانين اللي كيغنيو كاملين حافظوا على الأغنية يعني من كلمات ولحن هو مغربي. التوزيع كيبقى اختيار، يقدر يكون مغربي يقدر يكون خليجي يقدر يكون مصري، ولكن الحفاظ على الكلمة المغربية واللحن أعطاه واحد النطاق أوسع. ولات يعني وما ننساوش فنانين وعلى رأسهم طبيعة الحال سعد المجرد، سعد المجرد اللي ساهم كذلك في انتشار الأغنية، هادشي ما غاديش نقدروا نكروه. وتحية ليه، تحية ليه الفنان الكبير سعد المجرد. وبالنسبة للأغنية الحسانية خرجت أنا يمكن بكل تواضع، بكل تواضع معروف علينا احنا كانوا ديك الساعة يعني فقط الكاسيت أو حتى السيديات، ولكن الأغنية التقليدية يعني التقليدية ما كيتزادش عليها بنفس الآلات لا بالشعر مثلا الاغنيه كيقولوا احنا مطرحه. انا حاولت ناخذ الالوان ديال الشويرات وكنوصلهم للجمهور. الحمد لله الان كاين جمهور اللي حافظ ولد مو، حافظ باش علاش، حافظ مثلا ماني، وحافظ مجموعه من الاغاني اللي قدرت نوصل بهم مثلا الاغنيه الحسانيه ولكن بطريقه
اسهل وصلناها بالراب، والان غادي يشوفوها في الوان جديده. الان توجهت للون الافريقي، يعني المزج ما بين الموسيقى الافرو، ما بين الموسيقى الحسانيه والموسيقى الافريقيه، وغتكون مفاجات للجمهور. يعني عندي ثلاث قطع افرو 2019 هما موجودين الان، غادي تكملوا مع الاستاذ الحجيلي، تحيه ليه كموزع، وغادي يشوفوني كذلك في ديو بالحساني انا، ولكن مع تيوتيو مع عبدو كوموندو. وغادي نشوفوا كذلك اغنيه ديو مع دي جي حميده ان شاء الله. احنا تنتسناو الجديد ديال سعيده شرف، وسعيده باقا معنا على استوديو لايف، وان شاء الله دابا غنستمعوها في اغنيه تتحبوها كاملين، هي ماني ماني. سعيده شرف معنا على استوديو لايف، وانا ما عليا غير نخليكم مع ضيفتنا، ونتلاقاو ان شاء الله مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد. Oh,
يختار.